بونجور بونجور توتي اتوس زول في الاول نيت ما يسمى الزول مقران مرحبا اسوان ان شاء الله هاتي لي ملاباس اسا السبت بيان سور 22 جويي 2023 الساعة راهي تقريب الربعة غد رجين جيت باش نقسم معكم قهوتي تو دابور هادي سي لو برومي كافي دو لا جورني تاع اليوم ما قعدتش الغالب دونك سي لا بروميير سي لو برومي كافي دونك جو في لو بارطاجي افيك فو Mes chers amis, rapidement, voilà. Allez, alors, ça comme une nouvelle recherche de café, Maya, maintenant. On vous comme ça le café non. Heila, bzzaf. Les gens qui aiment le café, Maya, merci beaucoup. L'adresse, vous la connaissez, mais quel est le problème? Aujourd'hui, le samedi, bien sûr, comme vous savez, on a des amis de Douanesa. سي لو ويكاند عند خيانا كيف المغاربة سي لو ويكاند وفي العالم كامل اليوم سي لو ويكاند سي لو ديبي دو ويكاند يعني اليوم السبت وغدوة الحد ما كانش خدمة مالوغوزمون عندنا حنا اليوم سي لا فان دو ويكاند كيما شفتو قبيل سور ما باج فيسبوك الوغ جو فو كونسيي اوسي داشتي سي gâteau, ce petit gâteau cigare, vraiment ce sont des gâteaux vraiment hailin bzaf, voilà. Donc taklou juste carbet qui me hadou men hakt el achat tikoun hma ya saha merci beaucoup. Alors donc hnaya c'est la fin du week-end, c'est le semi week-end, men dirouch le week-end كيما الناس كامل لا غالب هذه هي عينا فيهم قلنا لهم يا ولدي راكم فو بيردي دو لارجون بو ريان دي تو ما حبوش يفهموا لا غالب الو اليوم راح نتكلموا على بالكم نورمالمون سي لو ويكاند يونيفرسال هذا هو الناس الكل السبت والحد حنا لا قال لك حنا نخالفوا الناس لو كان غير جينا كيما نخالفوهم الحاجه المليحه معليش حنا قال لك حاجه الجمعه نصليو الجمعه وعلى هذاك لازمنا الجمعه راحه يعني خوينا التوانسه ما يصليوش الجمعه هما كفار خوينا المغاربه ثاني ما يصليوش الجمعه كفار الناس اللي راهي في الاترونجي في فرنسا في الماريكان في منا الجمعة ما يصليوش هذوك هذوك عندك حنا الجزائريين ايه حنا نجيبوها نهار الجمعة من لي الفجر لا لليل وحنا غير نركعو نصليو ربي يقبل علينا سيدي ما كان حتى بروبلام على كل حال اليوم شفت واحد الخبر يعني فريمون سي حبيت نتكلم عليه وحبيت نوله لي بارون نتاع الاولاد ولي بارون نتاع الناس حبيت نولهم شي لي فريمون اشاك ايتي اشاك سيزون استيفال ديما ما تسمع الا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه جو سي با علاش لي زاكسيدون دو لا روت لي زاكسيدون دوميستيك هذا ضربو تريسيتي هذا جو سي با ضربته القايله هذا ما على باليش ما نعرفوش خلاص حنايا نعقبوا ليتي كيما الناس الكل على بالكم على حساب بعض المعلومات سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية تصوروا يا جماعة 16 حالة وفاة غرقا في الشواطئ والمجمعات المائية سيتادير لا بروتيكسيون سيفيل ريسونسي 16 ديسي ربي يرحمهم توفاو اون مير راحوا على الشاطئ ولا في دي باراج يروحوا يعوموا سخون الحال اللي حتى قال الله يرحم انا الشيء اللي لوم شويه على اولياء الاولاد هذو اللي يخليو ولادهم قال يا خلي الطفل يروح يكون راجل يا روح اي روح برك يا روح اي امشي انت وصحابك قداش راكم في 22 اي روحوا يلا يسهل اي وهذه هي اللي عيطوا لها اللامسؤوليه لي ريسبونسابيليتي
شوفوا يا جماعة، الناس اللي تروح ليترونجي وتشوف، روحوا لأوروب، إذا لقيتوا الأولاد بلا شيء لي بارون تاعهم، عرفوهم بلي سو سون دي افريكان، سو سون دي مغربان، سو سون دي زيترونجي، بصح ماهمش دي زوروبيان. علاش؟ بوركوا؟ باسكو الناس كل على بالهم بلي لي زوروبيان كيحبوا يروحوا، يروحوا بيهم بولادهم، مي عمرهم ما يخليو ولادهم يخرجوا برا وحدهم، لا تحت الباطيمة، لا تحت الفيلا، لا في حتى في لي كيخرجوا يروحوا باش يروحوا الجاردان ولا لي بارك، ils sont accompagnés par leurs parents. إذا رحتوا لا بلجيك ولا لا سويس ولا لفرنسا وشفتوا الأولاد وحدهم، عارفوهم بلي سو سون با دي فرونسي، سو سون با دي بلج، سو سون با دي أمريكان، سو سون دي أفريكان ولا سو سون دي مغربان اللي حوزوا ولادهم أيا خرجوا علينا أيا روحوا. سبحان الله العظيم، شوفوا الناس يقولوا لبيانهم رانا رايحين نروحوا للجبل نكومبيو، يقولوا روح، ما على بالوش بلي في الجبل يقدروا يتعرضوا الى عده مشاكل، كاين لي فوايو، كاين الارهاب، كاين مدريناش لي زانيمو سوفاج، كاين كيفاش تخلي ولدك يروح كيما قال واحد، وهذيك البروده اللي في قلبك هذيك، وما تقسيش على ولدك وتخليه يروح، قال لهم راحوا يكومبيو في الجبل، راحوا يكومبيو في الجبل. على بالكم بلي في الجبل كيما قال واحد ما دريناش في الكون واش يكون، اون سي جامي، يخرجوا عليهم دي فويو، يخرجوا عليهم دي سولار، يخرجوا عليهم ارهابيين مازالوا في الجبل ما هبطوش، قوات الامن بالك لو كان مواطنين يسينياليو لا بريزونس نتاع ان جروب في الجبل في الليل، تولم لي سيفي سيكوريتي تولم يجيو يبومبارديو البلاصه هذيك، تولم كيفاش نتوما يعطيكم بالكم وتخليو ولادكم يهزوا يديروا يهزوا كيف يسموا لي ساكودو ويهزوا منه ويطلعوا للجبل يمكن يديروا كومبينغ في الجبل، اسكو سي لوجيك؟ ومن بعد كي يصراو كوارث واش يقولوا؟ قدر ربي يا ولدي، واش ربي اللي قدر؟ راك انت اللي قدرتها، راك انت اللي خليت ولادك راحوا كيما قال واحد بلا شي مشورتك، شاوروكم مي نورمالمون قال لا ما تروحش وليدي، لا كي نحبوا نروحوا نروحوا اون فامي، نروحوا اون فامي، يهزك باباك وخيالك وتروحوا مع بعضاكم ولا توت لا فامي كامله، يماك خواتاتك كامل، وتروحوا تعقبوا فاكونس في بلاصه ما، في حتى وكي تروحوا الصباح تجيو العشيه ما كانش مشكل، راكم اون فامي. ما كان والو، اصحابنا سيدي اصحابنا، ما كان والو سيدي صحابي، سبحان الله. على بالكم خطره دي زامي راحوا لا بلاج وصلوا الصباح بكري، راحوا لبلاصه ما فيهاش الغاشي، ووصلوا قاعدين يديروا في لا طونط نتاع يديروا ان طونط، عندهم ان طونط مساكن قاعدين يحطوا فيها، وكل ساعه واحد يحمى يروح يعوم ويرجع كيما قال واحد، وهما مازالوا يحطوا بلاط، حتى يشوفوا في صاحبهم غرق ما جاو يلحقوه، دايما ربي ولو طبقوا لا طونط كيما نتاعهم كيما قال واحد، وجاو راحوا الممالين الطفل يقولهم باللي راهو مسكين راهو في لا مورك، راحوا يديوه. وعلاش يعني؟ هانوا عليكم ولادكم؟ هانوا عليكم ولادكم؟ ويزيد يتكلم لي واحد يقول لي يا خويا انت ما تحبش تخليهم يخرجوا رجال خلاص ولا؟ كيفاش يخليهم يخرجوا رجال؟ تبعثوا للموت وتقول لي ولدي لازم يكون راجل؟ ان شاء الله في عمره حتى 30 سنه. راه مازال يا خويا سان جون ما يعرفش، ما يعرفش، والبحر ماهوش سهل، ويتعاندوا لي جون يتعاندوا، كل واحد يقول لك يا شكون اللي يقدر يوصل لي بول هذوك، اي شكون اللي يقدر يوصل، ميم كانوا لي ماتر ماجور، مي بارفوا يل اريف ترو تار، لي ماتر ماجور ما راهو غاشي كبير في سور لا بلاج، شكون يشوفك واحد منا ولا ديجا يقول لك يعوم، حتى لي خلاص. سي با كوم سا يا جماعة، ولا يروحوا كيما اسمه السد، هيا نروحوا للسد، هيا نروحوا للسد نسق نديروا نعوموا ولا نصيدوا الحوت ولا ما نعباليش، وكل خطرة تكون كارثة، كل خطرة تكون كارثة. هاكم تشوفوا برك لي دغنيغ 24 أور 16 دي سي، 16 دي سي، ومازال الشيفرز يطلع. أنا ما فهمتش أنا هادو، إذا هادو سو سون دي زيتر هيومان، هادو ولادكم
ولا هادو مسلفينهم ولا هادو كباش ولا غنم ولا جو سي با جو سي با. ناس كبار ناس كبار وماتوا في البحر، ناس كبار ويعرفوا يعوموا ومنهم ماتوا في البحر. خليها ولادي يقول لهم يا خلي خلي روحوا يجبردوا شويه سيدي، يا روح روحوا سي با نورمال. عندي ولادك يا خويا حتى على 3 ايام سيدي، هادي لا فامي تاعك كامله حتى على 3 جوغ، عينك على ولادك راك تشوف كيما قال واحد حتى كيحب يبعد ما تخليش. ها مي سبحان الله سبحان الله، خلي ولادك يروحوا هكاك كيما قال واحد مطيشين هالولاد هذو، واذا ما هداهمش ربي يولي يروحوا يتقابلوا مع الناس، يروحوا يسرقوا، يروحوا مع البنش واش راهم يديروا، واحد يديرها والباقي يخلص. با سوي ريزونابل يا جماعه، فوا تغينوس ريزونابل، لازم تكونوا مسؤولين على ولادكم. كيفاش نتلقى ولدي يروح هكاك؟ يعني كيفاش هذا ولدي راجل مطايش هذا باش يروح هكاك ولا كيف هذا؟ او غلبني يا خويا وغلبني. لا يا اخي ما يغلبكش ما يغلبكش ولدك، لازم تمشي معاه ولازم تنعت له ولازم تقول له راه ماهوش قضيه هذه، راهي قضيه حياه او موت. تروح للبراج قضيه حياه او موت، البراج ما كانش اللي ما تخناش واحد ما على باله، كيفاش تخليه يروح الباب ولا يخرج الصباح مع البنت به والراح؟ سي با نورمال. اليوم الحال مليح ان شاء الله، 25 دوغري دونك الحال بيان ان شاء الله، كيبرد الحال شويه. مي الشيء اللي نحب نقول انا والشيء اللي نحب نهضر فلو هو انكم لازم تكونوا مسؤولين. شفتوا لي بارون هذو تاع لي زونفون يخلي ولادهم يروحوا كذاك، برك يروح برك مع صحابك، يروح برك مع صحابو سيدي واش راح يصرالو هذا؟ يا ولدي ترى ترجعوا تخلاو ولا يا خويا؟ ماهيش قضية الطفلة، اي قضية يصراو دي زاكسيدون، يصراو الاولاد يتعاندوا. اي شكون حنا درناها كنا صغار ودرناها، شكون يوصل لي بول وربي ما كشفش على الحال كيما يقول واحد؟ ما بقاش واحد يروح لي بول سما خصاي سي بون. البحر كيما يقولوا هنا غدار، دونك لازم لي فامي يفهموا اذا يحب يروح مع ولادو يروح مع ولادو، اذا هز ولادك يا خويا وديه حتى على 2 جور حاب يروح البحر ديه انت، انت مسؤول على ولادك. لازم نديرو كيما يديرو الناس لي زوروبيان، الناس اللي الدول المتحضره والمتقدمه هكا يديرو، عمرهم ما يخلي ولادهم. حنا وين تجي الباطيمه تلقى 20 طفل قاعد قدام الباطيمه وقاعدين، وهذا يسب هذا، هذا يدير هذا، هذا يدير هذا، ما كانش هذا نورمالمون. الطفل ما يخرجش يا خويا، الطفل يخرج يروح مع باباه، يروح مع خوه، يروح يقضي ولا يروح يدير ولا منا، ما يقعدوش تحت الباطيمه كيما قال واحد السبان المشاكل ومنا. هاكم تشوفوا كيفاش الناس كل بلوماس، الناس كل بلا دروب، الناس كل بالاخر. تجيو الباطيمه تلقاها 10 ولاد قاعدين كيما هكذا قدام الباطيمه، اللي عندي كامل يسبوه، تعدي مره ما تمنعش منهم يعني. هذه تلقاها غير عندنا هنا، تلقاها غير عندنا هنا يا الزرعه عند في بي ديفلوبي، والله ما تشوفها، والله ما تشوفها. انا قلت لكم تروحوا لاي بلاصه لاوروب كامله، اذا لقيتوا ولاد البرة بلاش يماليهم راه ماهمش دي زوروبيان، خاطرش دي زوروبيان كشو سوا طفل صغير حتى لادولت ما يقعدش وحده. والله ما يقعد، والله ما يقعدوا وحدهم، ما يقعدوش وحدهم، خلاص خلاص. وما يجيوش دي جروب 10 ولا 7 ولا 8 ولا يروحوا لا بيسين ويروحوا في 8 ويديروا لو بوردال كيما قال واحد في كل بلاصه وين يروح المشاكل. سي با نورمال، سي با نورمال. علاش كتكون كولوني فاكونس بتاتر هكذاك؟ ولازم يشوف مع من الناس اللي يمشيو، باسكو ماشي كيما انت كيما الناس اللي يديوها كولوني فاكونس، سي با لا ميم شوز. الناس اللي يديوهم الكولوني فاكونس انا شفت واحد الوقت يحسبوهم كي الغنم، ايا ترشا سيدي يا 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 يجيو كل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حتى رحت لله قلت له اسمع سي محمد، انت تحسب الغنم ولا قال لي واش ندير لهم؟ يا لابيل اخويا، او ديري لابيل يا محمد. قال لك واه درنا الصباح نزيدو، او كل وين تحبس دير لابيل يا سي محمد وتحس فيهم كل الغنم. واش كاين هذا 1 2 3 4 5 6 7 سي كوا سا؟ وي بورتون كانوا في كيف اسمو في جاردان،
ولا تخلط معاهم واحد، يجيبوا واحد، يجيبوا ولد الناس و هذو هما لي زيديكاتور، هذو هما كيما قال واحد سي تا يحب موش ولدو سي نورمال موش ولدو. لو كان جا ولدو يعاونو وانو هكا رؤوف وراك، لو كان ماشي رؤوف ما يروحش ينبصحك يعاد ولاد الناس هزهم يحس فيهم كيغرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والله العظيم رحت درت له كيف اسمه قلت له شي تحس في ولاد كيما هكا غير الخير. اه قال لي واه كل ربع ساعه ندير لهم لابيل. لا يا اخي نزلتهم من الكار ندير لهم لابيل، نزلتهم من الكار دخلوا كيف اسمه الجاردان خليتهم راحوا داروا في الجاردان ورجعوا منا دير لابيل يا اخي. وجا واحد طفل من واحد اخر من مع باليش معاكم انتوما مساء الكار ولا نتاع ولا مع باليش ركب معاكم وخليته الاخر كيف ديروا. ويو هذه هي ترى خطره نشع عليها مينيستر نسوا مش خطرة الاولى مينيستر تنسى والله وزير مشى عليه الكورتاج حتى لحقوه المواطنين ترى. دونك لازم الانسان ديما يكون على باله اخويا نبدا هبطوا ندير لابيل. هذو الناس اللي يمشيو معاك بيكسون في الكولوني دفاكونس ولا كذا ولا منا وما هوش كيما تدي انت ولدك كيما كولوني دفاكونس مش كيف سي با لا ميم شوز. كولوني دفاكونس قد يقول لك واش تحب قدر ربي خلاص بعثت ولدك باش يروح يعقب فاكونس يجيبوه لك ربي يساعدنا في 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 صندوق. وعلاه بوركوا ما تقدرش انت تهز ولادك وتهز مرتك وتهز لا فامي تاعك وتروح تعقب ها يامات خويا حتى خمس ايام خمس ايام زيد هذا اذا حب ولادك يروحوا للبحر ولا حاجه خمس ايام ولا مي في كيف يسموا في هذو اللي باراج هذو من لا يا اخي العزيز باراج ني با سيرفيي ماهوش سيرفيي ما كانش وتخلي ولادك يروحوا يوم الناس تموت ناس كبار دي زادولت يموتوا. دونك هذه انا بور موا هذه لا مسؤوليه عيطوها سي لي ريسبونسابيليتي خافوا على ولادكم يا ناس يرحم والديكم لي زاكسيدون هاكم تشوفوا فيهم كيفاش وزيد الناس قال لا يا البحر يا روح اي هاكم تشوفوا ديجا دون لي 24 اور الاخر 16 واحد هاد 16 هادو سون دي بروبي سون دي موتون سي سون دي يوم عندهم ماتهم وعندهم بيانهم وعندهم ساكن ربعوهم في الصيف هذا هذا هما لي فاكونس ينعل الوالد ديها فاكونس اسيدي اي ما نروحوش خلاص اسيدي اي كاين الناس ولدو يخرج الصباح والله على بالو به جا ولا قعد ولا ما جاش ولا يا ابن عمي انتوما مسؤولين ولا بطلتوا انتوما راهو عندكم ولاد ولا هذو سلفتوهم ولا جبتوهم ما عمنيش منين كيفاش ولدك الصباح يروح مع بالك شبيه وراه ما دخلش على 12 يتغدى مع بالك شبيه اخويا ويطلط مع صحابو يا يا سيدي يطلط علاه يطلط بوركوا عرفت راك لازم يدخل يتغدى ما دخلش لازم تروح تشوف تحوس على ولدك فهمتي العقليه نتاع الناس انا غير كومبخي والله غير جي ما تحيرش على ولده خلاص ولا يقعد ساعتين وحده نتاع الليل روحوا تشوفوا شنو صاري في الليل الي فواغ ما على بالكمش شنو صاري في الليل نتوما انا على بالي واش كان في الليل الا الدمومات الا في كل شوكه في كل بلاصه في كل كيفاش تخلي ولدك يبات لبرا الا المشاكل الضرب ولا السرقات ولا في الليل الناس تاع كيف الناس ما على بالهمش بروحهم خلاص ومخلي ولدك قال اخويا من العرس اه وراح للعرس ما جاش اخويا غدوا يجي ان شاء الله شوف هيك الحاله هذيك يا خويا ولدك ما دخلش 21 اور ولا 22 اور اليرت اليرت ما بقاش نورمالمون 20 اور نورمالمون ما بقاش ظلام الليل ما بقاش برا غير اذا راك معاه حاجه اخرى هذا التياب هذا انا جيني جامي فيه كيما هكا عندنا هنا والله جيني جامي فيه هيا خليه ومع صحابو صح يصرى له انت تحسبو طفله ولا غدوه كي يصرى مشكل يضرب واحد بالموس يقتلو ولا يضربوه هما يقتلوه ولا منا يولي يبكي ياك انت اللي وصلت ولدك لهاد الشيء ولدك ما يعرفش مسكين واش ترى واش انا جيت ما يعرفش يقول لك واش راح يصرالي واش راح يصرالي هاك شوف الطفل راح يجيب الحليب بعد تمو يجيب الحليب الصبح جثه قداش الاولاد ما يجيبوش الحليب يا ناس كاين عندنا غير حنا غير حنا في لي بيي ديفلوبي والله ما يجيب الحليب بابا يجيب الحليب ولا مو يجيب الحليب طلع عمره ما يروح جامي اه اي خليك تفلي خرج راجل سيدي انت واش هذا سيدي
هيا خليه يروح يخرج دراجة لسي ها وخرج دراجة. دونك ماذا بيه الناس يكونوا شوية واعيين ويعسوا ولادهم، تبدي يا خويا الجاردان لازم تروح معاه، يروح لابلاج لازم تعسوا، يحب يسافر لازم مش خليه برك روح، وقال من بعد كي يجي الله لا يقدر يجيب لك خبر ماهوش مليح تولي تبكي. ربي يساعد الناس على كل حال. هاتوا تالور ان شاء الله نزيدو نرجعو فيه كانش فيديو اخرى.